أخبار اليوم. برحب بالدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية الأخبار اليوم. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. كنا حابين نعرف دلوقتي أنتم بتشاركوا مؤتمر الكوميسا إن شاء الله المقرر انعقاده في 20 فبراير القادم إن شاء الله لمدة يومين في شرم الشيخ. كنا حابين نعرف إيه أهم الإسعادات اللي قمتم بيها؟ يمكن احنا لما بنشارك مش بنشارك فقط كاتحاد غرف مصرية، احنا بنشارك كاتحاد غرف افريقية، وده مصر بتستضيفه وترأسه. احنا في جميع الاحداث الدولية اللي تهدف يا اما لتنمية الصادرات او لجذب الاستثمارات او لتنمية العلاقات الدولية للاقتصاد المصري، بنتعامل من خلال ارتباطنا مع الاتحادات النظيرة والاتحادات الاقليمية اللي احنا اعضاء فيها. بالنسبة لهذا المؤتمر احنا قمنا بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المنظمة للمؤتمر، اولا بالترويج لجذب مستثمرين ومستوردين وشركاء اقتصاديين من جميع الدول الافريقية وليس الكوميسا فقط. في نفس الوقت كافة الاتحادات تم جذبها، احنا لسه من بضعة اسابيع كنا عاملين جمعية عمومية لاتحاد الغرف الافريقية، وتم وضع هذا المؤتمر في جدول اعمال اتحاد الغرف الافريقية لضمان أكبر قدر من المشاركة من جانب الأفريقي. على الجانب المصري قمنا بتحريك كافة من يقوم بالتعامل مع أفريقيا سواء تصديرا أو استثمارا أو تأدية للخدمات زي المقاولات والسياحة وغيرها للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب عملنا دراسة للشركات التي لها ميزة تنافسية في الأسواق الأفريقية وتم جذبهم. سيعلن أثناء المؤتمر مشروع الاتحاد لإنشاء مراكز لوجستية على مستوى أفريقيا بالكامل لتوافر السلع المصرية داخل السوق لحظيا، محدش هيستنى 3 أشهر على ما البضاعة توصل أو أن أنا أشحنها بالطيارة وهي تكلفة عالية. فإحنا بنعمل دلوقتي مراكز لوجستية هيكون فيها فروع للبنوك المصرية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى هذه الدول، واختيار الأماكن سواء المراكز اللوجستية التي ستنشئها مستحدثا أو سنتعاقد مع هيئات تملك تلك المراكز روعي فيها أنها تخدم أكثر من دولة من دول الجوار، وأن يكون في آليات للوصول إليها والوصول للدول المجاورة من خلال طرق سكك حديدية أو نقل بحري. ويمكن دي الخطة الطويلة الأجل اللي احنا شغالين عليها، والمركز اللوجستي الأول اللي سيتم إنشاؤه هيكون في أوغندا، تم الحصول على موافقة الحكومة الأوغندية على توفير الأراضي له وتوفير الدعم الكامل له، جاري إنشاء خط ملاحي مباشر يصل إلى ميناء الجوار للوصول إلى أوغندا، تم عمل الدراسات التفصيلية وجاري طرح ذلك على الشركات المصرية اللي بناء على الدراسة الشريك الأوغندي وهو اتحاد الغرف الأوغندية قام بعملها للمنتجات المصرية التي تصلح لدخول السوق بسعر منافس وجودة منافسة، وتم مخاطبة الشركات المصرية التي تعمل في هذا المجال للدخول في هذا المشروع. أهم السلع يا دكتور؟ لا السلع طبعا لا اتذكرها الاهم السلع، انما هناك مجاميع سلعيه تم تحديدها وتم التواصل مع منتجينها المصريين. طب بالنسبه للطريق الاسكندريه كيب تاون بيتكلموا عنه بقاله فتره، متى يرى النور؟ لا ده طبعا مش في يدي ان انا احدد، ولكن نحن لم ننتظر ذلك. اختيار اوغندا للمركز اللوجستي لخدمه جنوب السودان الجنوبي والدول الجوار الاخرى الى حين انشاء هذا الطريق الذي سنتحدث عنه. المعوقات بتاعت التجاره البينيه بيننا وبين افريقيا او تاخرها بشكل كبير باستثناء دول الكوميسا، عندنا دول مجموعه السادات وتجمع غرب افريقيا ضعيفه جدا او لا تذكر، يعني مش موجوده ليه؟ لا بما فيها الكوميسا، يعني ده الانتقال يعني من الواقع الى المأمول، يمكن ده اللي احنا بنتكلم عليه من الصبح النهارده. النقطه في حاجه بسيطه، انت النهارده عندك معوقين اساسيين، الشحن بضطر اشحن عن طريق دوله ثالثه وبالتالي تكلفه الشحن عاليه جدا، وعشان كده احنا بنعمل مراكز لوجستيه وعشان كده بنسعى لخطوط نقل مباشره لهذه الدول. ده نمره واحد. نمره اثنين المنظومه البنكيه، وعشان كده بربط بين المستورد والمصدر. احنا مقتنعين بان التجاره الخارجيه طريق ذو اتجاهين، الدوله اللي بصدر لها لازم استورد منها، عشان كونتينر اللي رايح لازم يرجع متعبي، وبالتالي بخفض من الشحن وبالتالي بزيد من المنافسه بتاعتي، وده اللي العالم كله اتجه بالنسبه لي يعني لصالح طرف على حساب طرف مش ده، لان الميزان التجاري بيعبر عن مجموعه السلع والخدمات اللي انا بنتجها وبنتجها الطرف الاخر. فاللي ما عنديش فيه ميزه تنافسيه مش هقدر ان انا اصدر هخترع منين. ولكن اللي احنا بنسعى اليه زي مثلا ما بنعمل مع الاتحاد الاوروبي، زي ما عملنا مع روسيا، زي ما بنعمل مع اليابان،
ان انا ما عنديش مانع ان ازود وارداتي من هذه الدول من مدخلات انتاج اصنعها في مصر بقيمة مضافة اضافية بمكون محلي مصري، وسويا ندخل اسواق الدول المجاورة ودول الاتفاقيات نصدر لها. وده اللي احنا يمكن الوفد الروسي الكبير اللي كان موجود والوفد الذي سبقه ده كان اساس الاتفاقات اللي احنا بنسعى اليها. انا لو بقوله تعالى استثمر في صناعة جديدة، انا بقوله عندي صناعة شغالة وردية واحدة وجزء من وردية بعضها، تعالى خد وردية، وبالتالي من هذه الوردية انا خلقت فرص عمل بسرعة عاجلة، لا استنيت شباك واحد ولا تخصيص اراضي ولا دخلي كهرباء ولا دخلي غاز، نميت الصناعة المصرية القائمة، دخلي هو بتكنولوجيا حديثة، ضرب العمالة، وسويا نمينا الصادرات. انا ما صدرتش 100%، ما انا اصلا ما بصدرش 100%، لان اي منتج مصري فيه مكون اجنبي، ولكن انا خدت جزء من السوق بتاعه اللي كان موجود لهذه الدول، او استحدثت معاه سوق، لان انا الاعفاء الجمركي الممنوح ليا في منطقه التجاره الحره بتاعتي الى جانب قربي من هذه الاسواق خاصه في السلع، يا اما عاليه الجمارك او سلع عاليه تكلفه الشحن، فتحت له اسواق جديده وفتحت لنفسي اسواق جديده ما كانتش موجوده ليا. في الحاله دي وارداتي منه زادت، المزين التجاري اصبح أسوأ، ولكن لما ابص للمنظور الكلي صادراتي وصلت لايه، ده اللي يهمني. نفس القصه قائمه مع تركيا، انا عندي عدد استثمارات تركيه موجوده في مصر، اكبر جزء من استثمارات الملابس الجاهزه والغزل والنسيج صادرات هذه المصانع التركيه بتكون من تركيا. فما اقدرش ابص الميزان التجاري من منظور فقط ارقام مطلقه، لازم احلل الميزان التجاري واشوف مكوناته ايه. ما عنديش مانع ان يتضاعف الصادرات اللي جايه لمصر طالما ان ده هيتسبب في تضاعف الصادرات اللي طالعه من مصر من هذه المصانع. فده اللي احنا بنبص له، ببص منظور كلي وليس منظور جزئي، ويمكن ده مشكلتنا مع العديد من القرارات التي تصدر اللي بتبص على جزئيه محدده دون النظر للمنظور الكلي.